النهارده هيقام عدد من المباريات، خلاص في ختام البطوله. النهارده المباراه النهائيه هتجمع ما بين ماجدي بورج الالماني مع فيس بريم المجري الساعه 8 مساء باذن الله. قبلها مباراه مهمه لينا كلنا كمصريين، نادي الاهلي المصري هيقابل برشلونه الاسباني وهيلعب على الميداليه البرونزيه النهارده. المباراه هتكون الساعه 5 مساء باذن الله. قبل كده كان النادي الاهلي تقابل مع برشلونه في مرحله المجموعات وفاز برشلونه 31-23. المنافس المصري الثاني هو نادي الزمالك، هيكون عنده مواجهه النهارده اخيره مع توباتي البرازيلي الساعه 2 الظهر، بيلعب على المركز الخامس بعد ما فاز الزمالك على ايجلز الامريكي 41-23 اول امبارح، وسبق قبل كده وقابل نادي الزمالك توباتي في دور المجموعات وكان فاز عليه 33-25. مستوى فني عالي جدا من كل الأندية المصرية، تنظيم على أعلى مستوى، شكرا أكيد للتنظيم المصري الرائع للبطولة اللي بتقام لأول مرة على الأراضي المصرية، وشكرا للشركة المتحدة للرياضة على كل طبعا الفعاليات الرائعة والتنظيم الكبير جدا. وحفل الافتتاح كان حفل مبهر جدا، والجولات طبعا اللي قام بيها التسع أندية. أعتقد أن موضوع السياحة الرياضية ده هيجني ثماره الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا.